زيارة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأن عليًا ولي الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأنه سيد الأولين والآخرين، وأنه سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وسيد خلقك أجمعين، صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمك واجعلته هاديا لمن شئت من خلقك، والدليل على من بعثته برسالاتك، وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك، والمهيمن على ذلك كله، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجة وليك وأم الصبطين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، الطهرة الطاهرة المطهرة التقية النقية الرضية الزكية، سيدة نساء أهل الجنة أجمعين، صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. اللهم صل على الحسن والحسين صبطي نبيك وسيدي شباب أهل الجنة القائمين في خلقك، والدليلين على من بعثت برسالاتك، وديانَي الدين بعدلك وفصلي قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك، والدليل على من بعثت برسالاتك، وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك باقر علم النبيين،
اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق البار. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك والحجة على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمره والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وحجتك المؤدي عن نبيك وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجه وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وأوالي وليهم وأعادي عدوهم فارزقني بهم خير الدنيا والآخرة واصرف عني بهم شر الدنيا والآخرة وأهوال يوم القيامة. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد رسول الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله،
ووصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء، السلام عليك يا وارث الحسن والحسين، سيدي شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا وارث محمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين، السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار، السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر، السلام عليك أيها الصديق الشهيد، السلام عليك أيها الوصي البار التقي، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمدت من أرضي وقطعت البلاد رجاء رحمتك، فلا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجتي، وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك صلواتك عليه وآله، بأبي أنت وأمي يا مولاي أتيتك زائرا وافدا عائدا مما جنيت على نفسي واحتطبت على ظهري، فكن لي شافعا إلى الله يوم فغري وفاقتي، فلك عند الله مقام محمود وأنت عنده وجه. يا غريب الغرباء يا إمام